هنا اليوم لقطف ثمرة يانعة كنا قد بذرناها في العتبة العباسية المقدسة قبل 6 سنين، وكانت تجربة ريادية حققت حلم كثير من عوائلنا في دخول أبنائها كلية الطب، وهذه التجربة الأولى من نوعها، والآن نشهد مخرجاتها ونباركها هنيئاً للعوائل التي آزرتنا، التي اختارتنا وثقت بنا بأننا أهل لهذا المشروع الريادي، وهنيئاً لأبنائنا الأعزاء وبناتنا الفضليات أطباء المستقبل الذين نعول عليهم كثيراً، وهنيئاً لجامعة العميد ولعمادة كلية الطب فيها. ها هنا اليوم نقطف ثمار جهود العتبة العباسية المقدسة في هذا اليوم الذي نهنئ به أنفسنا ونهنئ أطباء المستقبل، طلبتنا طلبة كلية الطب جامعة العميد، في هذا اليوم الذي نفرح به والذي انتظرناه طوال 6 أعوام. الإنسان من يتخرج هو الشهادة تخليه على الطريق، يجب عليه أن يستزيد من العلم والمعرفة والمعلومات وأن يكمل في مجال اختصاصه، لأن هذه الشهادة تمنحك الإجازة بحيث أنت تمارس هذه المهنة. بس هذه المهنة مهنة إنسانية وكبيرة، وشفاء الناس يقع على أيدي الطبيب بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيحتاج أنه الطبيب في مجال اختصاصه أن يكمل وأن يستمر في الدراسة حتى يكون إنسان ناجح ويتفوق في مجال عمله ويرفد المؤسسة الصحية بالكوادر والتخصص يعني الشهادات العلمية وتخصصات عالية ونادرة. اكيد يعني يحتاج الى تدريب مستمر، الى متابعه العمل، متابعه مرضاهم. طبعا هم راح يتولون مهمه حقيقه مهمه طوارئ، مهمه ردهات، انعاش، عنايه مركزه، يعني ما بعد العمليات هم يدرجون راح في حياتهم الطبيه والعمليه. اهم شيء الاخلاص في العمل، التفاني والاخلاص. في هذا اليوم الذي نفتخر به ونوصيهم أن يكونوا خير عون للمرضى، ونوصيهم كذلك بكل الأشياء التي تعلموها في جامعتهم من التعليمات والنصائح. نتمنى لهم حياة علمية موفقة وحياة اجتماعية إن شاء الله مليئة بالعلم وخدمة الناس وخدمة المجتمع، وتمنياتي لهم بالخير إن شاء الله.